بتعرفوا انه كل اكزرسيس بنعمله هون بيساعدكم كثير على اول شيء سرعه البديهه هي اول شغله. وسرعه البديهه كثير مهمه بحياتكم كفنانين لكل شيء بتعملوه. غلطه بتخلص موقف اتسيتيرا. هذا انه اكيد كونفو فيت ديز اكزرسيس كم ساعه عم بتنمي عم تكتشف هلا موهبتك التمثيليه. هلا انت مفكر انه انت ما اذا واحد بيفكر هيك انت انا شو تعلمت، بس بتلاقي حالك تعلمت لانك انت كل مره عم بتكون مشاهد عم بتحضر غيرك عم تشوف كيف عم صلح عم برجع انا صلح لك عم نعمل اكزرسيسات مره على مره عم تكتسب. هلا اكيد مش مثل واحد يفوت 4 سنين جامعة، لانه هو 4 سنين التمثيل مش سنه، مش 4 اشهر واربع اشهر مرتين بالجمعه و مش تقطيش يعني ايه مش تقطيش ايه. بس عم نعطيكم المينيموم تقدر على القليله تشتغل بطريقه ناتشورال. انت رح اقول لك شو مشكلتك مروان، انت ما عندك الثقه اللي عندك اياها بالغنى، ما عندك اياها بالتمثيل، يعني ما عندك اياها. عند دائما بنكون عم نعمل اكزرسيس بنقهر من هاي الشغله انه يا الله مش قادر، يا الله ما عم بقدر ركز، يا الله يعني شو ما بيصير بارامتر اكستيريور عناصر خارجيه بتتاثر عليك، عرفت؟ بس عندك انه مثل كانه لانك معود بالغنى انه لازم نعرب ولازم كذا، انه عندك الغن الكونستركسيون تبع هي الايديه هذا دائما اوقات بالتمثيل ما بدها هالقد، بدها بس انه انا ما اظهر من الشغله اللي عم بعملها وضلني مقتنع فيها للاخر، فهمت؟ أوكي. يعني ما بدها الزخرفه يلي بالغنى. انت يعني انت تشتري بيرفكسيونيست بالغنى، يعني حتى بتفتش على الصعوبات اوقات، فهمت شو قصدك؟ بحس يعني ايه بحب اعمل شغلتي للاخر بالغنى، بس بالتمثيل بحب انا قلت قبل ما اجي لهون بدي اشتغل، بس لما الاقي حالي ما بعرف بهالشغله او ماني مقلع او ما عم بعرف اقلع خلص. بس مين قال لك ما بتعرف تقلع؟ مين قال لك ما بتعرف تقلع؟ انت بتفكر انه ما بتعرف تقلع، بس مشهدك انت وحنان تيكو من اجمل المشاهد. يعني هايدي مثلا غنت اول شيء بطريقه كثير صابر بعيد عنك حسينا طرب وهيك، بعدين ثاني اغنيه دلوعه وغير شخص عم بغني، فهمت شو قصدي؟ غير مود هلا انت نقيت غير مود، بس ما يعني جسمك ما تبع الاحساس. هو وفات من الاول اكزرسيس قلت لك يا مروان انه الجسم او الحركات بيتبعوا الاحساس. Si tu travailles juste l'ihsas, اذا بتشتغله صح، اذا بتفهم انه كل اغنيه مود وكل اغنيه انا لحدا بغنيها، في غنيه بغنيها للوطن، في غنيه بغنيها للحبيب، في غنيه بغنيها للام، في غنيه بغنيها لحدا تركني، في غنيه بغنيها لانه انا بدي اترك حدا، كل غنيه قصه مروان. هلا الاخبار، انا ما عندي مشكله بالخبر، بس عندي مشكله انها تقول متفرقات. والآن مع المتفرقات رحيل العملاق هيدا مني متفرقات. شو متفرقات؟ متفرقات يعني بآخر الأخبار لما بيحطوا أخبار سريعة. يعني أنا هيدا لازم يكون الخبر الرئيسي الأساسي. بس أنا مدام في شغلة يعني أنا من هون بدي ما تفهموها غلط، أنه وديع الصوفي بالري سيباستيان لوب مثلا شي سبور، يعني خبر من هون عرفتي اشياء اخبار ما خاصه ببعضها، بس انه متفرقات سريعه. يعني شو صار؟ اي بس ما فيها يكون رحيل وديع الصافي مثل ما اخذتها كخبر برنسيبال. سيرتو انت يعني انت جو سيكم يا قديشك متاثر فيه وقديشك بتحبه وقديش يعني لما هي اول خبر بالاخبار، لما اول خبر صح ينحط وبعدين هيدا اذا مالوريزمون يعني كان لازم ينعم على حداد وطني بالمدارس كلهم صار في دقيقه الوطن كان يعني جمعة. انه البلد كله جمعه. طب دونك هيدا جروسو مودو لك يعني باسابل سافا اسي بيان بابا اسي بيان، بس انه برجع بقول لك انه يلي بيخلصك كل مره هو الايداء. بس اوقات ما بتزبط، يعني اذا شي مره بتغلط يعني او يعني اوقات ما بتزبط. فير اتونسيون مدام، كان في افور بالتمثيل، يعني كان في افور بالشغل. هلا بالاخبار رح اقول لك شو صار فيك.
ما توقعت انه نطول هالقد. سألت نزلت ورجعت طلعت عملت اخبار فنيه. حسيت نزلت وطلعت وعملت الاخبار فنيه سيتي بامال يعني دبرت حالك. ايه بعدين انا كمان كنت محضر انه هالقد يعني حضرت خبرين في واحد يعني وفات غرق سفينه وواحد ايه جسي بس يعني انه يعني اذا اخبار بنفس حسيت انه راح تكون شوي جسي بس انت ما كنت متوقع بس دبرت حالك يعني ما قطعت الاخبار غيرت فاق يعني مثل كانه غيرنا فاس. هلا بالدراما الصيني والهيدا مهضوم انا يعني ضحكنا لي دو بيرسوناج اللي عم تلعبون المره والرجال ست انتريسان هيدي قصه الدومي بيروك وهيك ولكن انا لإلي كم لاني شايفتك اوريدي شايفه الصيني شايفه وبعدين ما بحب اجمالا يتكرر يعني اذا شغله عملناها مهضومه وهيك اذا بدها تتكرر بدها تتكرر بطريقه مختلفه يعني بدها تتكرر بطريقه ما احنا اللي عملناها هون كانت التليفون بس كانت الميكرو الميكرو اللي عطيه جاي صح هلا يلي عملته انت ويلي مجهزه الدعايه انه المسلسل انقطع بالدعايه وكملت كمان ما كنت متوقع انه هالقد نعطيك وقت للدراما لا هو قال لنا اذا اذا يعني اذا عطيونا وقت اكثر بعمل برجع على المسلسل ايه ايه خلصت الدعايه ورجعت على المسلسل افكتيفمون بالكرتون لذيذ البيرسونال الدعايه انا حسيت قالوا لي لما طلعت هون قالوا لي ما كلهم طلعوا ببعض لانه على اساس ما فهموا ما فهمتوها لا هي لانه اجت فجاه يعني اجت ما هيك بيجوا بيعلوا الصوت وجيب هلا المشكله اللي كانت بالغنى يعني بالغنى ان انت بتغني احلى بكثير يعني صافي دو زيفال عم بيكون الغنى اقل من ال يعني فكره او تمثيل اقل الايفال الماضي ما كان منيح كل شيء ما كان منيح وهيدا الايفال المغنى ابار لو فات كو هلا هو مروان ابيان شانتي انتبه ما عطاني مطربين مختلفين يعني ما عطاني دو شانتور ديفيرون بس إلا بيان شانتي توا تو نابا بيان شانتي فهمت شو قصدي؟ يعني ولا حتى عطيتني دو كاركتير ديفيرون حنان حنان بدي اقول لك انه ما كان منيح ليفال وزمطتي انا بتعرفيني قد ايه بحبك بس ما كان منيح بشو يعني زمطتي لانه بالبرايم كنت منيحه بس رح اقول لك اول اغنيه كثير منيحه المود يعني الاغنيه التراثيه الغنيه الريف الاخبار الابراج منا اخبار لانه حاولت اعمل شيء غير يعني وي بس اون بيبا ما فيكم تفوتوا مجهزين شيء بدكم تفرضوه علينا اوكي لانه الاكزرسيس مش هيك اوكي يمكن انا 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 يعني فكرت انه كلهم حيعملوا اخبار اخبار نشره جويه او شيء انا بعمل غير يعني يعني ما انا بعمل على الابراج فيك تعملي كان واليوم مثلا انه بمناسبه السنه الجديده نستقبل معنا مثلا صح حدا التي ستكلمنا عن الابراج استثنائيا في نشره اخبار اليوم ما ممكن يعني ممكن باول السنه بيستقبلوا اوقات اوقات بيستقبلوا بالاخبار بالهيك بالمتفرقات انه ممكن او عن كتاب ابراج واتيفر ممكن بس الفالي انتروديوسا بدك تقولي نحن بالاخبار داكور ما بيمنع انه بالاخبار نقدر نستقبل بالدراما كان حلو يعني انا هيدا الشيء بالدراما كان حلو كان كتير حلو تمثيلك مع الموسيقى مع رافائيل مع كيف وقعت المي يعني اكثر شيء كان المي انا ما كنت ابدا حاسبه حسابها حاولت انه عن جد كنت مرعوبه وقتها يعني وحيات الله وقتها عن جد حسيت حالي بالمود يعني عن جد في شيء في حدا عم يراقبني وفي حدا رح يقتلني عن جد يعني لما كنت عم برجف مش انه كتمثيل عن جد كنت عم حس بكل شيء عم بعمله إيه؟ وهو افضل شيء يعني هيدا الدراما تريبيان الفكره هي التاليه في واحد منكم بفوت الشخص يلي بفوت على المسرح ما له حق يحكي ويطلع اي صوت الشخص الثاني يلي قاعد هون يلي هو نسيم رح يكون هو فكرك هو صوتك هلا
هو رح يفرض عليك، بده يجرب يفرض عليك اشياء اذا ما فرض عليك، اذا انت ما فرضت عليه. يعني اذا انا فتت عملت هيدا الشيء شو بكون عم بعمل؟ مفرض عليه شو؟ لا هو فرض عليك لانه هو شو عم بعمل؟ عم نبش على شيء، عم نبش. يعني هو يا الله وين ضيعتها؟ انا مفرض عليه يحكي ايه يعني إذا هو حكي يا انت بدك تفرض عليه يا هو بده يفرض. هلا بدنا نشوف كيف بدها تكون. اوكي والله اجري عم توجعني كثير. اخ يا رب يا اخي اللي عنا الصبح شو صار فيه؟ اي اي شو عملنا هلا؟ شو عملنا هلا على الصبح؟ يا الله كيف رح نكفي اليوم؟ ليش عم تكفي؟ لا تضحك. لأنه مش هيك هو. شو مش هيك؟ شو عملنا على الصبح؟ قوم جا حر هو منيح بس علي صوتك. شو عملنا؟ هو فرق فوت بمودو. أوكي. فوت بمودو خلص مروان بدنا نتعلم ما نقطش اكزرسيس. بدي اوصل اقول باخر ستار اكاديمي واخيرا عملت اكزرسيس مع مروان وما عطش للمود تبعه. يلا فيك ما تفوت باجرك على فكره بس انا غير. لا حلمه كانت كفايه. يلا قال لي بدك يا مروان. حس حالي شقفة من الكنباية انا نفس اللون. ما حدا يقعد هون، ما حدا يقعد علي. فكرتي لك برايم كنت انا شقفة من نفس الكوستيم تبع الكنباية. انا عم اتضايق. صعب الاكزرسيس. علي صعب. يس كثير حلو هالكلام. الله يا ربي الله الله. ايه ايه ايه. طيب ليه يعني ليه ما دخلها بالمشهد؟ ما هو كان عم يضحك. ما عم يضحك بالمشهد. عم يحكي شيء لان ليه مش عم يحكي شيء؟ مش عم يحكي شيء. هلا برا نسيم. طب خلي هو يطلع. طب علي صوتك. خلص هلا برا. ايش طيقتني؟ اي ليش عم تجعني اجري هلا؟ اي اي لا ما لازم اقعد لسه مدهون الدرج. لازم بقوم لازم بقوم. اي اي ليش عم بقرا؟ ليش حاطه بجيبتي هالورقه؟ اي اجري اجري اجري. ايه راح الوجع. اي 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 اجري. اي شو الوجع. ايه راح الوجع. صار لازم اعزف شوي بيانو. لا بتزعل مدام ماري هلا. لا بتزعل مدام ماري. يلا سكر البيانو. هاي صبعي. هاي 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 يا عملي 5 بوش ابس بيتحسن. يلا خلص 3 بكفي. ما حدا بيراقبني. بطني عم يوجعني ليش؟ بطني. شو هالوجع؟ الله اي 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 لازم نروح على التواليت هلا 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 هلا. هلا
عملتي هاي لو كنت شوي زهقت ما بعرف شو بده معيط عملت فرض عليك هو بس هو فرض عليك بس حلوين بس انت ما فرضت شيء عليه هو فرض عليك مع انه اول مره فتت انت لما انت كنت عم تعطي وجع على الاجر وانت فات عم تقرا مبسوط كنت انت عم تفرض عليه المود رح نقلب هلا بس بعدها ما خليني اني اعمل شيء عرفتي هو بعدها صار ورا بعضه مثلا بيانو اصبع اخ بوش طب أب. اوكي ايه بدي بعد مره بدي مره بس انت تفرض عليه يعني خلي هو يتبعك مش انت تتبعه ما تغير الاول مشان نضلنا قد المكان اوكي ماشي اوكي إيه. انت يعني انت فوت بمود مثل ما قبل كنت فايت مبسوط انه عم تقرا شغله ما أيوة بتغير اعطينا انت فرض عليه لهلا هو ربحان هو فرض عليه انا افرض عليه بدك انت هو يعني هو بده يلحق يفكر شو عم بده يعرف يفكر يحكي انا شو عم بعمل ايه طيب يلا ابريت تو ضلك مراقبه مزبوط شو رح يعمل هلا واو هي الورقه هي يس 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 يا الله شو حلوة وين سيدي يلا يلا اشتغل برا يلا يلا افتح الله بيانو مش مدوزن لا انا بتزعل من دميري نسيت اي اصبعي اي 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 لا هلا بمرض لازم اسكر الاي سي جري اي 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 شو عم يصير اي 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 راح الوجع اي اجري اي اجري اثنين اي راح الوجع شو الوجع بس الغنية ما كانت زبطة مش زبطة معه ما يلا انت هلا قوم مروان انت بدك تفرض عليه بدي اشوف لا بلا بوش عبس ولا حركة يلا طلعك ما انت رياضي وشو ناشيق مو كثير يلا بس حطه من هون ليش جو شوب هيك كثير شوب لا اذا دوت بيصفق الهواء لا 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 يا الله طب ليه عم لعب كثير على البيانو يا الله يا الله اخذ الادوية بس لا تبع البيانو يا الله يا الله دافع حقه دكه دافع حقه دكه دور شي غنية تروق أعصابي عم بدور مرة بدور غنية تدور أعصابي بس لا بدي أخذ دواء قبل شو عم حشلتها بالسليات اي خلص خذ الدواء نسير اوكي يا أحمد نسير قول بكره خذ أدويتك دافع حقه ندكي هلا بالك قابض اخ شو بقى اجرك عم تحرق عم تحكي من حالك اخ اجري اخ يا الله شو قصة هالوجع اللي عم يروح ويرجع يا عمي يا الله راح الوجع شو الخبرية؟ طيب يلا قوم نتخذ الدواء يا الله تعال ناخذ الدواء هلا حبة او حبتين شو قال الحكيم الله
شو قصة هالمود؟ بده يسفقني الهواء، أكيد بده يسفقني الهواء هلا. بدي أرجع أجيب حب. أكيد بده يسفقني الهواء. بس كثير شرب، كثير شرب، شو لازم أعمل هلا؟ يا الله بحياتي، يا الله عذاب. يا الله بحط غير. هوي حالي بسديه، شو عم بعمل أنا يا عمي؟ خليني آخذ شي ورقة هوي حالي فيها مزبوط؟ سديه قال سديه، شو عم بيصير فيي؟ يا عمي ليه ما أخذت الدواء بعد؟ نسيم؟ نسيم؟ نسيم شو بك؟ نسيم شو بك؟ ما بعرف ما بعرف ما بعرف، بعد جاي من عند الحكيم وما طمني بعد. يا مثل النار نسيم، نسيم حرارتك يمكن فوق الأربعين. شو قولك لازم أعمل؟ شو قولك لازم أعمل؟ ما بعرف ما بعرف روق. وش الكرة عم تجاني؟ روق ندور الأي سي أو أول شي خليني أتصل بالحكيم. إيه دخيلك أنا ما بقى فيه. ألو 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 دكتور، نسيم نسيم حرارته فوق الأربعين وعم بيغطي على قلبه. دخيلك يا حنان، دخيلك يا حنان، دخيلك بليز شيليني مش قادر. بتصل بالصليب الأحمر. عم بقرا يا حنان. ألو ألو الصليب الأحمر بليز، ضروري 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 بدنا أمبولانس. حنان جيب شي هوينة. نعم على الأكاديمية ضروري. اخ اجري اجري يا الله، اخ اجري، اخ قاعد على الادوية، اخ طحنتهم، طحنت الادوية، طحنت الادوية. معقول؟ معقول تقعد على الادوية؟ رح القبض، رح الادوية يا الله. هلا من وين اجيب غيرهم هلا؟ شو بدي اعمل؟ هيدا وزني، وزني يا حنان، وزني. شو ما عنديش منك، مش لازم تاكل، بضلك تاكل. هيدا وزني يا حنان، ما فيي لما اكل حنان. شيليني، بطل بها شيء، بطل بني شيء. نسيم؟ خلاص؟ ايه والله مش حس بشي. شكرا، عم تمثل علي نسيم، انت واحد كذاب منافق، واحد كذاب منافق. والله يا حنان حل عني، بهدلتني ريحه طلعت صليب الاحمر. يا حنان رؤيا حنان والله يا الله.